يا رب انا نادم من قلبي على كل حاجه يا رب ما كنتش يا رب منضبط فيها اتجاهك. تعال صلي كده جواك، قول له يا رب انا بجد جاي اقدم لك نفسي ذبيحه حيه مرضيه عباده عاقله، واقف قدامك يا رب عشان اتغير، عشان ابقى زي صورتك يا رب. كمان قول للرب الكلمات اللي تخرج من قلبك مش بس اللي تخرج من لسانك، قول له يا رب انا قلبي محتاج يا رب النهاردة يتجدد، قلبي يحتاج يتغير، أنا يا رب مش قادر أعمل الحاجات اللي تغيرني، أنا في ضعف شديد جدا، ولكن يا رب أنا جاي أرتمي في حضنك، أنا جاي أصرخ من كل قلبي ليك يا رب وأقول لك بجد يا رب ماليش غيرك، بجد يا رب أنا مش بدور على غيرك كمان، أنا جاي يا رب عندك، أنت الحي، أنت الحقيقي يا رب، يا رب أنا جربت العالم، جربت كل حاجة في العالم، ولقيت بالآخر نفسي مهزوم من العالم، لكن يا رب لما جيت عندك لقيت الغلبة، لقيت النصرة، لقيت يا رب بتديني الطريق والسكة اللي أنا أخرج منها من كل تأثيرات العالم، كل أمور العالم. عشان كده يا رب أنا جاي النهاردة مش بس أرتمي في حضنك، أنا جاي يا رب زي الطفل الصغير يا رب اللي جاي عند أمه بيدور عليها وجاي عند بابا بيدور عليه، جاي أقول لك يا رب ضمني، احضني، ارفعني من كل ضعفاتي، شيلني من اللي أنا فيه يا رب، وقفني تاني قدامك يا رب وخليني فعلا اجي امجدك يا سيد الرب. يا رب زيل كل شكوكي، قول له للرب كده لو في شك في حياتك من جهه اي حاجه، من جهه صلاحه، من جهه علاقته فيك، من جهه اوامره، من جهه وعوده، لو انت شعر في حاجات جواك انضربت ولقيت جواك في بروده روحيه لان الامور مش بتيجي، قول له يا رب انا عايز بجد يا رب انك تشيل من جوايا كل حاجه يا رب فيها بروده. مش عايز يا رب أكون شخص عادي، مش عايز أكون مؤمن عادي، مش عايز أكون يا رب شخص منطفئ روحيا أجي يوم الحد الكنيسة ويا رب مش عارف بيحصل إيه وكل حاجة عندي ماشية وكل حاجة عندي بقبلها الخير والشر والقداسة وعدم القداسة. أنا جاي يا رب أتقدس، أنا جاي أتغسل بدمك، أنا جاي يا رب أتقابل معاك يا رب، يا رب مكتوب إنك حي، مكتوب إنك موجود، مكتوب لو يا رب اجتمعنا باسمك تكون في الوسط يا رب، وانت لما جيت يا رب على التلاميذ مكتوب كده كنت في الوسط يا رب والكل عينه عليك يا رب. يا رب انا مش محتاج يا رب اني اخلي اصبعي في مكان الجرح عشان اقول انت موجود وانت حي وانت قائم من الاموات، انا جاي اصدق في الكلمه لانه كلمتك يا رب حيه وفعاله، كلمتك يا رب بتديني حياه يا رب، مكتوب كده ارسل كلمته يا رب. يلا يلا محتاجين شفاء حقيقي لكل نفس يا رب، اشفي يا رب، مدي ايدك، مدي حضورك، خلي ايدك يا رب تمتد، مش بس شفاء جسدي يا رب، ده شفاء من الخطيه وشفاء من الفتور وشفاء من اي حاجه يا رب بتفصلنا عنك يا رب. يا رب احنا محتاجين بجد شفاء، محتاجين تمسك في ايدينا زي ما مسكت في ايدين بطرس وكان غرقان يا رب ومش عارف يطلع نفسه من الميه، الميه يا رب بتصعد كل يوم كل يوم كل يوم، مش عارفين نخرج يا رب من العالم وامور العالم، لكن ايدك هتمتد لينا حتى تشلنا يا رب لانه ايدك رفيعه، مكتوب كده يا رب ايدك رفيعه يا رب، مكتوب ايدك قويه، مكتوب لما تامر يا رب الامور تحصل يا رب. اشكرك من قلبي يا رب. كمان يا رب عايز اقول لك حاجه قبل ما ابتدي هبتدي مع اخواتي يا رب، يا رب الحاجه دي مكتوبه كده في مزمور 23، الرب راعيه، الرب راعيه، ابويا راعيه، معرفش انا ليه بقول كلمه ابويا راعيه لكن شعر جوايا انه في كلام النهارده ابوي ليك وليا. لو انت كنت في يوم من الايام متالم، لو كنت فقدت حاجه معينه، بس عايز اقول لك النهارده ابويا هو راعيه فلا يعوزني شيء. يلا معايا نقول الكلمات دي من البدايه، الرب راعيه فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، الى مياه الراحه يرد نفسي. كم واحد محتاج النهارده يقول له يا رب رد نفسي، رد نفسي اللي اتسرقت، رد نفسي اللي اتهانت، رد نفسي اللي تعبت، يا رد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. يلا معايا، مين بيمشي في وادي ظل الموت؟ وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائده تجاه مضايقي. خلي كده راسك قدامه قل له امسح راسي، مسحت بالدهن راسي، كاسي ريا، انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي،
وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أمين أمين أمين. تفضلي أختي جيجي عشان نبتدي عبادتنا النهاردة بتسبيحات خاصة جدا. بصلي بالروح إنه رب يفتقدنا كلنا بكده بنار جديدة. هللويا. برحب باسم يسوع. الرب راعي وهو كفايتي في مراع خضر يربيدني إلى مياه راحة يريدني يرد نفسي يرد لأنك معي عكازك وعصاك يعزيانني ترد نفسي ترد نفسي خير ورحمة يتبعني كده. أنا جاي عندك يا رب أسكن في بيتك. امبارح كنت بصلي وكنت بشارك ربنا بكلمة قلت له من 25 سنة أنا كل حد ساكن في بيت الرب. 25 سنة يمكن لو حسبت كم حد أنا غبت عن الاجتماع ما يطلعوش 10. 25 سنة لسه بقول للرب المكان اللي بستريح فيه، المكان اللي بجد نفسي فيه، المكان اللي برتوي، المكان اللي بيديني نعمة، المكان اللي قلبي بيتفتح فيه هو في بيتك، هو وسط يا رب إخواتي، هو وسط الناس دي يا رب اللي هيكونوا معايا في الأبدية. الكلمة التانية جميلة جدا بتقول كمان يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. أنت يا ربي متأكدين هو الرب فرحة قلبك ولا في حاجة بتفرحك؟ أنت يا ربي فرحة قلبي، أنا عايش هنا انتظرك يا رب استناك. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك.
يا رافع راسي في الضيق، يا مجدي يا أغلى صديق، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدية يسوع ما أحلاك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. هللويا هللويا، أنا ليا مكان في زمان. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك انت يا ربي، فرحة قلبي انا عايش هنا بستناك. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك انت يا ربي، فرحة قلبي انا عايش هنا بستناك. يا رافع راسي في الضيق، يا مجدي يا اغلى صديق، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدية يسوع ما احلاك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك. هللويا مكان في زمان. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك. هللويا هللويا، انا ليا مكان في زمانك. هللويا. عايز اقول لك كده، خليك ثابت لانه الوقت اللي جاي ربنا يرفع راسك فيه قريب جدا. خليك ثابت في اللي انت فيه، خليك ثابت بايمانك، ثابت في قداستك، ثابت في وعود الرب على حياتك. اوعى العدو يقول لك لا، انا خليك متزعزع، قول لا انا ثابت لانه ربنا بيشوف دعوتي، بيشوف قضاء. ربنا النهارده عايز يقول لك انا برفع راسك، انا مش هخلي العدو يسرقك، انا مش هخلي العدو يأذيك ويألمك. ربنا هيرفعك، ربنا هينصرك، ربنا هيرجع لك اللي العدو سرقه منك، اللي عدو سباه منك. قول كده بإيمان، ربنا هيرفع راسي، ربنا هيرفع راسي، ربنا هيرفع راسي، ربنا هينصرني على كل حاجة العدو سلبها فيا باسم الرب يسوع. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإن كان في عيني قشور يلا يا رب نضف عيني من كل قشور. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. يسوع انت احتياجي، بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي، انا عيني عليك. يسوع انت احتياجي، بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي، انا عيني عليك. وإذا كان فعلي أشوف شلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان فعلي أشوف شلها بيدك. وإذا كان في قلبي خطية ورعتها كتير، خلصني من العبودية بقوة تحرير. فين
وده كان في قلبي خطيه وضعتها كتير. خلصني من العبوديه قوة تحقيق. انا بطلب مجدك وريني مجدك وده كان في عينيا اشوف شيلها بيدك. انا بطلب مجدك وريني مجدك وده كان في عينيا بيادك. انا مستنيك يا فدية وقلبي عطشان رؤيت شخصك تحييني ونبعك مليان. انا مستنيك يا فدية قلبي عطشان رؤيت شخصك تحييني نبعك مليان. انا بطلب مجدك وريني مجدك وده كان في عينيا اشوف شيلها بيدك. انا بطلب مجدك وريني مجدك وده كان في عينيا شيلها بيدك. انا بطلب مجدك وريني مجدك. انا بطلب مجدك وريني مجدك. هللويا هللويا هللويا. من ثلاث ايام دخلت حاجه في عينيا وكل ما حاولت اني ازيلها كل ما كانت حالتي بتزداد اكتر. عارف لما تدخل حاجه جوه عينك وتبدي في ايديك تحاول تنظف عينك يحصل ايه؟ تلتهب عينك اكتر. كل ما حاولت اعمل اي حاجه جبت حاجات بس عايز كده اشوف شويه في عينيا والعدو كل شويه يقول لي ده انت عملت هنا كترات وميه بيضه واكيد عينك فيها حاجه. بعدين كده فكرت قلت اعمل ايه؟ طلعت فوق جبت شويه ميه بارده قلت رب اغسلها انت عشان اقدر ابصر. غسلتها مره اثنين ثلاثه شعره صغيره كانت جوه العين خرجت. تعرف قد ايه الرب النهارده عايز يقول لك؟ العدو بيرمي على عينيك حاجات عشان تحاول تنظفها وكل ما تحاول تنظف عينك كل ما تلتهب عينك اكتر. مش هتقدر تبص لو انت نظفت عينك. سيبه يرفع من عينك القشور. قل له ارفع من عيني انا عايز اشوفك ده انا مشتاق لك. هو بيمنعش رؤية لانه في حاجة بتمنع بينك وبينه. اطلب من الرب كده يتعامل مع قلبك يا رب حررني من كل خطية. اي حاجة يا رب ممكن توقف وتتعبني انا عايز يا رب تشيلها من عيني عشان مش عايز اشوف العالم انا عايز اشوفك انت. باسم يسوع امين. يا ملك الملوك يا سيد الأسياد بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا ملك الملوك يا سيد الأسياد بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا مالكنا يا إلهنا مالك زي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تمنع حياتنا ضي. يا غالب الأعداء بمجد وبسلطان قوة قيامتك فيه
بنعيشها بالإيمان يغلب الأعداء مجد والسلطان وقيامتك فينا بنعيشها بالإيمان يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا ملكنا يا إلهنا ملك زي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك يملأ حياتنا ضي يغرس السماوات ومهدنا وبحور بتفك أسر شعبك وتخرجوا للنور يا غارس السماوات ومهدنا وبحور بتفك أسر شعبك وتخرجوا للنور يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا ملكنا إلهنا ملك زي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملأ حياتنا ضي يمفتح العيون يا صانع الآيات دي أرضنا بتشهد لك وفي السماء علامات يا فتح العيون يا صانع الآيات دي أرضنا بتشهد لك وفي السماء علامات يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا ملكنا إلهنا ملك زي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملأ حياتنا ضي يا مسيحنا يسوع إلهنا حي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملأ حياتنا ضي هللويا 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 كده شعر الترانيم كلها بتاخدنا على حاجة اسمها تفتح عينينا مش بصين كده من شوية كنا بنتكلم على عينينا تتفتح ومش عارف ربنا يمكن عايز يقول لنا نصلي كده كلمة من الرب ونقول له يا رب بجد فتح عينينا لأنه ممكن تكون صليت من مدة كده وقلت له يا رب أنا مش شايفك أنا مش بختبر حاجات في العمق أنا مش قادر يا رب ألاحظ وعودك في حياتي يمكن قلت للرب أنا مش شايف يا رب إيدك معايا مش شايف يا رب حضورك أنا مش قادر يا رب أتمتع بالشركة معاك عشان يا رب أنا شعر أنك بعيد ويمكن كمان كده تعديت في الكلام وقلت له يا رب أنت صالح للكل لكن معايا أنا يا رب مش كتير بتتعامل معايا انا ببص على الناس بشوف الناس يا رب بتزدهر الناس بتعمل حاجات وبعيدين عنك وانا القريب منك مش شايف حاجه تعالوا كده صلي كلمه وخليها كده جواك الكلمه قول يا رب انا بشكرك لانك يا رب ببدايه اجتماعنا بكل ترنيمه قلت لي افتح عيني وابص عليك في كل كلمه قلت لي يا رب انا لازم اشوفك عيني دي يا رب محتاجه تراك مش عيب انك تقوله يا رب انا عايز اشوفك مش عيب تقوله للرب انا عايز اختبر يا رب وعودك مش عيب تقوله للرب انا عايز اشوف معجزات وايات في حياتي انت ابن كم واحد يثق انك انت ابن والابن من حقه يبص كل حاجه في بيت ابوه عمرك مش هتمنع ابنك انه يدخل للبيت ويشوف كل حاجه في بيتك ده انت اللي تقول له مد ايدك وشوف وخد واعمل النهارده ربنا عايز يقول لك كلمه وانت بتسبح الترنيمه دي يقول لك الرب انا عايز افتح عينيك عشان ما تفتكرش اني انا مش موجود كونك مش بتبص عليه ومش شايفه ده مش معناه انه مش موجود معناه انه موجود لكن يحتاج تشوفه
بطريقة تانية. يا رب أنا عايز النهاردة أشوفك في طريقة تانية. عايز ألمس حضورك. عايز ألمس مجدك. قبل ما أخذ المايدة معاكم أنا والفريق عايزين نرنم ترنيمة أبانا الذي. خلونا كده نستعد نرنمها مع بعض. وأنا واثق أنك لما تقول له أبانا أبويا أنا عايز يا رب أختبر حاجة النهاردة في التسبيحة دي معاك. ربنا هيديك نعمة. قبل ما تاخد المايدة قل له أبانا أنا عايز أختبر حاجة معك. أبويا أنا متعلق فيك. أنت يا رب الوحيد اللي تقدر تلمس احتياجي. تلمس يا رب ضعفي. مفيش زي الأب. صدقوني الأب والأم حاجة غالية جدا. الأب والأم حاجة نادرة جدا. فكده أمسك فيه قل له يا رب أنت أبويا. أنت أبويا مش أبويا الأرضي. حتى لو كان أبوك الأرضي كويس قل له أنت أبويا اللي يا رب ولا ساعة ولا دقيقة تغمض عينك عليا. بتشوف كل احتياجي. هللويا هللويا. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد.